إنجاز علمي في محفل عالمي حصل عليه طالب كويتي. تداول مستخدمو منصة تويتر خبر حصول طالب الدكتوراه حسين صفر على جائزة أفضل ملصق علمي، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس. فبفخر واعتزاز المغردون هنأوا الطالب صفر متمنين له المزيد من التقدم والنجاح. وللمزيد حول تفاصيل الموضوع، قام فريق التواصل الاجتماعي في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بإجراء مكالمة هاتفية مع طالب الدكتوراه في كلية الطب بجامعة الكويت حسين عبد اللطيف صفر، والذي أفاد بالتالي: ولله الحمد حصلت على جائزة أفضل ملصق علمي في المؤتمر العالمي الثامن للميكروبيولوجي والأمراض السارية في باريس. المؤتمر ناقش آخر الأبحاث والتطورات في المجال الطبي فيما يخص الأمراض السارية، وكان المؤتمر ينقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن محاضرات والثاني عبارة عن مسابقة لأفضل ملصق علمي بمشاركة باحثين على مستوى العالم. الملصق اللي شاركت فيه هو جزء من رسالتي للدكتوراه، وهو عبارة عن تطوير عدة لقاحات طبية لمرض السل الرئوي. وكان تقييم اللجنة يستند على أهمية محتوى الملصق العلمي عالميا وتقديم أو شرح الباحث للملصق، ولله الحمد فزت بالمركز الأول، وهذه ثاني جائزة علمية أحصل عليها بعد المؤتمر العالمي للمناعة اللي يقيم في باريس ديسمبر الماضي.